السلام عليكم. هم أوفياء الحلم، قال العابرون إلى ضحى التاريخ. أحلام النبوة أعشبت فيهم كثيرا، ثم راحوا يحسبون الصمت عورة. هم أوفياء الحلم، انتزعوا لهذا الشعب ثورة. تمضي المسارات السياسية أو لا تمضي، تتبدل أحوال الكثير أو لا تتبدل، إلا أن خيار شهداء المقاومة ورموزها كانت الحرية، ولا خيار بديل عنها لهذا الشعب الذي يقاوم من أجل إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة. حفظ الذاكرة الشعبية والوطنية وتخليد رموز المقاومة مسلك مهم في مسارات التحولات التاريخية وذاكرتها المرئية والمكتوبة، من سالم قطن إلى القشيبي، ومن علي ناصر هادي إلى نايف الجماعي، ومن الشداد إلى الخياطي والحوري وغيرهم من رموز الكفاح الجمهوري. تحضر اليمن كلافتة عليا لنضالهم. الكفاح ذاته الممتد من روح نشوان بن سعيد الحميري والهمداني إلى الزبيري والحورش وعلي عبد المغني وإبراهيم الحمدي وسالمين الجماعي وبقية رموز المقاومة الشعبية، النموذج للكفاح الشعبي من أجل القضية العادلة. استعادة الثورة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، خيار اليمنيين الجامع في زمن الانقسام والتشظي والغدر بأحلام الشعوب. من بين كثير من الشخصيات المدنية في الكفاح المسلح بعد الانقلاب والحرب المفروضة، حضرت الكلمات الخالدة: سبتمبري الهوى لا أنحني أبدا، ماض على نهج آبائي وأجدادي. لتكون هذه الكلمات رسالة كل الذين لفظوا أنفاسهم لكي لا تلفظ الحرية والجمهورية أنفاسها الأخيرة. مشاهدينا الكرام، حول تخليد رموز المقاومة والجيش الوطني ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. دعونا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير. لا مكان للانهزام بيننا، لا مكان للتراجع بيننا، نحن ماضون إلى النصر إن شاء الله. بهذه الكلمات قال الشهيد نائف الجماعي وصيته الخالدة عن معنى الوطن والفداء والدفاع عن الجمهورية. وإن قتلنا نقدم أرواحنا ودماءنا وأنفسنا وكل ما نملك رخيصا في سبيل الله فداء لهذا الوطن الغالي. في إحياء ذكرى استشهاد قيادات المقاومة تخطر في البال أغنيات المقاومة وأمنياتها وتفاصيلها وتلك الوجوه التي أشرقت حرية واستبسالا ثم غادرت إلى العلياء. منذ الحرب التي فرضت على الشعب شهدت البلاد العديد من نقاط التحول على أكثر من صعيد، من بينها انخراط شخصية مدنية واسعة في الكفاح المسلح، وهو ما عرف لاحقا بالمقاومة الشعبية المساندة للجيش الوطني الجمهوري. التحق فيها شخصيات شبابية اجتماعية وسياسية وضباط كان البعض منهم في سلك التقاعد. منذ إسقاط ميليشيا الحوثي للدولة وتحول قطاعات واسعة من قيادات الجيش إلى أدوات قتل ودمار بأيدي المخلوع والحوثي، خرج الناس بجميع فئاتهم الاجتماعية والسياسية للدفاع عن جمهوريتهم ودولتهم التي تعرضت للاختطاف بتواطؤ أطراف داخلية وخارجية. القوى المدنية دخلت في معركة الجمهورية بكل فئاتها، موظفين وأكاديميين ومهندسين ومعلمين. فلا ينسى الأحرار أن معلم رياضيات في تعز اضطر لترك مهنته ليصبح قائدا لقوات المقاومة هناك، ويصد هو وطلابه حربا على المدينة يقودها أكثر من 10 ألوية تابعة للانقلابيين. كثير ممن حتم عليهم واجبهم الوطني ترك مواقعهم المدنية انخرطوا في معركة استعادة الدولة ليخلدوا بمقاومتهم مداميك الجمهورية الثانية كرموز وطنية ستخلد ذكراهم في صفحات التاريخ الحرة. إذن مشاهدينا الكرام، حول تخليد رموز المقاومة والجيش الوطني حلقتنا لهذا اليوم. سيكون فيها معي عبر سكايب من الدوحة الإعلامي والباحث نجيب اليافعي، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ نجيب. أهلا وسهلا. أهلا بك معنا أستاذ نجيب. بداية لو بدأنا بالحديث عن أهمية تخليد رموز المقاومة والجيش الوطني، ما أهميته بالنسبة لذاكرة اللحظة والمستقبل؟ وفي الحقيقة دائما الشعوب تخلد الرموز وتخلد ذاكرتها بشكل كبير حينما تجد مثل هذه الشخصيات التي تقدم أغلى ما عندها وهي الروح. لعلنا نتذكر في هذه اللحظات العظيمة وفي هذه الأوقات الصعبة ما تكلم به أبو الأحرار محمد الزبيري عندما قال: بحثت عن هبة النحبوق يا وطني ولم أجد لك إلا قلبي الدامي. هذا القلب الدامي الذي يتوزع اليوم على كل محافظة الجمهورية، وشاهدنا
كثير من الشخصيات الوطنية والمدنية والعسكرية قدمت أرواحها في هذا الوطن منذ أن حصل الانقلاب المشؤوم وإسقاط العاصمة صنعاء. وجدنا كثيرا من الشخصيات التي في الحقيقة قد تكون المسألة بسيطة وسهلة مع القيادة العسكرية نظرا لمهمتهم التي يفترض أن يقوموا بها، ولكن ما يخلد أيضا في أذهان الجماهير وما يستفزها كثيرا هي تلك القيادات المدنية التي تقدمت إلى الصفوف وتحولت إلى قيادات حصلت على قبول كبير داخل الشارع اليمني وحصلت على ذاكرة لا يمكن أن تنساها. ولعلنا في هذا اليوم نتذكر الأستاذ نايف الجماعي الشاعر والقيادي والاقتصادي والمقدام الذي لم ينتظر إذن أحد ولم ينتظر ما الذي ستقوله الأحزاب ولم ينتظر الأوامر التي تأتيه ليتوجه إلى الجبهات. الشعوب الحية دائما في المراحل المفصلية في حياتها لا تحتاج إلى إذن من أحد، ولذلك تتوجه لكي تعرف واجبها. الشعوب الحية دائما هي تعرف متى تخرج وأين تخرج وكيف تخرج. الشعوب الحية دائما الشعب اليمني هو واحد من هذه الشعوب العظيمة التي قاومت بكل ما تملك رغم الإمكانات البسيطة والضعيفة ورغم البحث عن الحياة الكريمة ورغم المحاولة المتكررة منذ أكثر من 30 إلى 40 سنة لنسيان السلاح والتوجه نحو الحياة المدنية، لكننا وجدنا كيف توجه المدنيون إلى الجبهات وإلى أخذ السلاح وتحولوا إلى رموز وطنية كبيرة وكيف سقطت القيادات الكبيرة منذ الانقلاب المشؤوم. نعم أستاذ نجيب، يعني ما الذي يعني حفظ الذاكرة الوطنية بالنسبة للمشروع الوطني والقضية أيضا اليمنية من وجهة نظرك؟ لعلنا نتذكر المفاجأة الصادمة التي شاهدناها عندما حلت الذكرى العظيمة لاستشهاد علي عبد المغني مفجر ثورة 62 وأحد قيادة ضباط الأحرار الذين ساهموا بإخماد وإطفاء وهي الإمامة. لعلنا تذكرنا بعد 54 عاما كيف ذهب الناس لإقامة لزيارة ضريحه ووضع الزهور عليه. هذه الشعوب الحية دائما عندما تتلفت يمنة وشملة في أيام الأزمات وفي أيام الحروب لا شك أنها تحتاج إلى شعلة حتى تستضيء بها وتحتاج إلى نجوم حتى تقتدي بها. ولذلك وجدنا كيف أن الشعوب وخاصة الشعب اليمني الآن لأنه لا يزال يقود المعارك الضارية مع هذه العصابات التي أسقطت في البلاد هو يبحث في النهاية عن رموز، وهذه الرموز دائما هي التي تلهب المشاعر وتؤجج النفوس وتدفع الناس للحفاظ على حياتهم وأيضا للدفاع عن هويتهم. الشعوب دائما في هذه اللحظات لا شك أنها تتذكر الزعامة الخالدة التي وقفت إلى جانبها وقفت ضد الظلم والطغيان والاستبداد والديكتاتورية، وهذا ما نشاهده اليوم. كلما سقط أحد القيادات وكلما سقط أحد الأشخاص في أي منطقة في أي جبهة في أي مكان في المحافظات اليمنية نشاهد كيف تتفاعل معه الجماهير وكيف يتذكره الناس بكل خير، وعندما تحول الذاكرة يتوجه الشاب ومعظم الشباب والناشطين وكل من له صلة طيبة بهذه القيادات ليعيدوا إحياء ذكرى هذه القيادات. وواجب علينا حتى نحافظ على هويتنا وعلى جمهوريتنا أن نتذكر هذه القيادات التي سقطت اليوم والتي سقطت الأمس والتي شاركت يوما ما في الدفاع عن الجمهورية والحفاظ على هذه الهوية العامة والجامعة. نعم يعني لكن أستاذ نجيب مثلا نحن نتذكر كثير من الرموز الوطنية في ثورة 26 سبتمبر 14 أكتوبر التي هضمها التاريخ، وربما أيضا يعني نحن ناقشنا إحدى الحلقات معك في ذكرى 26 سبتمبر، لكن أستاذ نجيب هل يعني في الثورة الرقمية الموجودة حاليا في ثورة التكنولوجيا أيضا هل يمكن تغييب مثل هؤلاء الرموز أم أنها يعني ستظل ثابتة ومحفوظة لدى الشباب للمستقبل؟ أعتقد أن هذا الجيل هو يعني من الأجيال العظيمة في تاريخ الأمة اليمنية الحديثة، توفرت لها ما لم تتوفر للحركة الوطنية النضالية التي بدأت منذ أكثر من 1000 عام ضد الكهنوت وضد الطغيان الإمامي وضد العصابات للأسر الهاشمية التي لا زالت تتحكم في بعض المناطق ولا زالت تطمح إلى الحكم. الثورة الرقمية الآن ساهمت بشكل كبير في التعريف بهذه الشخصيات. من كان يعرف العلامة نشوان الحميري وهو صاحب
الرمزية الوطنية المشهودة الذي وقف ضد الأمام منذ أن قامت. من كان يعرف أحمد بن محمد الهمداني صاحب الإكليل، ومن كان يعرف كثير من الشخصيات التي ذهبت، لا شك أن هذه الثورة أسهمت معنا بشكل كبير في إعادة التعريف بالشخصية اليمنية وبالشخصية الجامعة التي يلتف حولها كل اليمنيين. لعلنا نتذكر جميع القيادات التي شاركت في القرن التاسع عشر في إحياء الحركة الوطنية حتى وصلنا إلى ما وصلنا عليه الآن. وأعتقد أن هذا الجيل أيضا سيخلد كل الشخصيات الوطنية التي كتبت بدمها مسيرة النضال ضد هذا المشروع الإمامي البغيض. نعم، أمام هذا المشروع الإمامي أستاذ نجيب، هل تستطيع يعني الهوية الوطنية استطاعت أن تحافظ على هذه الفكرة كفكرة جامعة لكل اليمنيين في ظل هذا الصراع ولم تنزلق نحو الحرب الطائفية؟ بلا شك ربما نختلف في المجتمع اليمني عن بقية المجتمعات. أننا مجتمع عملي لا يأبه للغيبيات ولا للإيمانيات التي لا يترتب عليها جهود عبثية، لأن الشعب اليمني منذ أن عرف على هذه البسيطة في اليمن كان شعبا يتميز بالعمل وبتجاوز كل ما يتعلق بالفلسفات الفسطائية، خصوصا ما يعني نحن نختلف عن شعب العراق وعن مصر وعن بقية الشعوب التي تسعى نحو هذه الغيبيات. والمجتمع والعقل اليمني هو عقل عمني بشكل رئيسي، وبالتالي نحن نعتقد أن المجتمع اليمني قادر على تجاوز هذه المسائل، لأنه لا يوجد لدينا إرث تاريخي ولا يوجد لدينا إرث تم تكريسه للحالة الطائفية سوى الحالة الزيدية الهدوية التي فرضت على المناطق شمال الشمال بالقوة. ونحن نتكلم عن هذا الفكر البغيض والعنصري لأنه فرض بالسلاح، والآن تسعى جماعة الحوثي وأسرة الحوثي والأسرة الهاشمية التي تسانده في مناطق شمال الشمال إلى فرض يعني أفكارها بالقوة، لكنها ستواجه مجتمع لا يمكن يقبل بهذه الأفكار الدخيلة على هذا المجتمع. نعم، سنعود لهذه الأبعاد التاريخية أستاذ نجيب، ولكن اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ عبد الحكيم المرادي القيادي في أو قائد مجلس مقاومة إب عبر الهاتف من مأرب. مساء الخير أستاذ عبد الكريم. عبد الحكيم، عفوا أستاذ عبد الحكيم، تسمعني من تلفزيون كما يبدو، أتمنى عليك أن تسمعني من سماعة الهاتف. ألو. نعم أستاذ عبد الحكيم، هلا يعني أغلقت سماعة أو صوت التلفزيون قليلا حتى تستطيع سماعي؟ خلاص أغلقنا. تمام، شكرا لك. إذن بداية أستاذ عبد الحكيم، يعني نود منك أن تحدثنا عن بعض تفاصيل المقاومة الشعبية في إب وخاصة حضور الشهيد نائف الجماعي فيها. حياكم الله جميعا، يا مرحبا، حياكم الله يا أستاذ. يا الحقيقة بهذا المناسبة الذكرى الأولى لاستشهاد الشهيد نائف الجماعي أحيت في أذهاننا وفي عقولنا هجوم كثيرة ومواقف لن تنسى. بالنسبة لمقاومة إب، الجميع يعرف أن مقاومة إب انبعثت وخلقت من مبادرة ذاتية من بعض المشايخ وبعض القيادات، وكان من أوائل وكوكبة من أسهموا وجمعوا وحشدوا للمقاومة هذا الرموز الشهيد الشيخ نايف الجماعي رحمة الله عليه. وتحركت مقاومة إب في بعض المديريات واستطاعت أن تدخلها وأن تحررها من الحوثة، إلا أنه حصل العجز عند المقاومة نتيجة قلة الدعم وقلة الإمكانات، فانسحبت المقاومة من المحافظة إلى توجهت إلى أماكن أخرى في الجبهات في عرض في طول البلد وعرضها. وبالنسبة للشيخ نايف الجماعي رحمة الله عليه، هذا يمثل لنا في محافظة إب أو في مقاومة إب أيقونة المقاومة حقيقة، يعني كان الملهم لها والساعي والداعي هذا رجل السلم، كان رجل المدنية الأول في المحافظة. ولا ما الذي كان يميزه أستاذ عبد الحكيم؟ يعني قيل أنه كان يعني قائد استثنائي، أين تكمن هذه الاستثنائية في شخصية نايف الجماعي؟ الشيخ نايف الجماعي رحمة الله عليه
كان يحسبه كل طرف من أطراف المجتمع اليمني أنه محسوب عليه، أنه تبع، أنه حقه. كان رجل تجميعي، كان رجل وسطي، كان رجل يعني يخلق الصداقات، يخلق الألفة، يخلق المحبة. كان نايف الجماعي رحمة الله عليه يعني في خطيب في الملتقى، شاعر في المنتدى، فارس عند الاعتداء، هذا حقيقة. فتميز الشيخ نايف رحمة الله عليه عن كثير من أقرانه أنه كان إذا حضر في الموقف أقنع الناس، إذا حضر والناس شتات جمعهم، إذا حضر والناس مختلفين وحدهم. فرحمة الله عليه كانت له صفات يعني لا يتسع الوقت الحقيقة لذكرها. نعم أستاذ عبد الحكيم، هناك من يتساءل عن توقف المقاومة الشعبية في إب ودمت بالذات بعد اغتيال الشهيد، هناك يعني من يقول أين رفاق الشهيد لم يكملوا ما بدأ؟ كما أسألت سابقا أنه بالنسبة لمقاومة إب يعني أنها الحقيقة يعني خذلت في أعمالها داخل المحافظة بعد أن حررت 10 محافظات خلال أسبوع، خذلت يعني حررت بعدان، حررت الرضمة، السبرة، النادرة، 10 مديريات يعني آخر 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 ما عندنا مقاومة الشعاور بعد أن خذلت، لا يملكون السلاح ولا يملكون الذخيرة، انسحبوا. الآن مقاومة إب في الجبهات، في جبهة نارب، في جبهة الجوف، في جبهة ميدي، في الضالع، في شبوة، في البيضة، يعني كوكبة من شهداء المحافظة تتعدى يعني المئات. نعم. إذن يعني تفضل أستاذ عبد الحكيم. نعم. يعني كنت أود أن تحدثنا أيضا عن الرؤية الجمهورية لدى نايف وكثير من المقاومين شهيد نايف رحمة الله عليه، هل كانوا يعتبرون أن مقاومة ثورة 11 فبراير هي امتداد لثورة 26 سبتمبر؟ الشيخ نايف الجماعي وزملائه الحقيقة أنهم رضعوا سبتمبر رضاعة، كانت تمثل لهم ثورة 11 سبتمبر، يعني كانت تمثل لهم يعني ثورة 11 فبراير، يعني تمثل لهم امتداد لسبتمبر واستكمال لما بدأه الأوائل، لما بدأه الزبيري والنعمان وعلي بن مغني وكوكبة الشهداء في 62 وما بعدها. فيشعر وإحساسه وإحساس الكثير من الزملاء أن ثورة الربيع العربي في اليمن كانت استكمال لما الشوائب الذي التف بها الإماميين على ثورة 62. فامتد نضالها المدني والسلمي، وكان الفارس الكلمة، وكان فارس الشعر، كان رجل الميدان، كان المسير في الجماهير، هذا حقيقة يعني. نعم. إذن رحمة الله عليه وعلى كل شهداء المقاومة والجيش الوطني أيضا. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الحكيم المرادي، قائد مجلس المقاومة في إب، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. عودة إليك أستاذ نجيب. أستاذ نجيب، يعني مثل هذه الشخصيات هل نستطيع أن نقول أنها امتداد للحركة الوطنية في سبتمبر وأكتوبر؟ ما أجمل هذا الصوت الذي تردد قبل قليل حينما نسمع صوت أبو الأحرار، هذا الصوت الخالد الذي يضرب يعني في أطناب المجتمع اليمني، وكلما حصلت مشكلة وكلما حصلت مصيبة تذكر الناس هذا الزعيم الخالد، الزعيم الذي آمن بالشعب اليمني عندما قال هو الشعب حق مشيئاته صواب ورشد خطيئاته، وآمنت الشعب لما جثى. الإيمان بالشعب هو الذي يبادل هذه الشخصية نفس الشعور. هذه المجتمعات دائما تتذكر الشخصيات التي تؤمن بها والشخصيات التي تقف إلى جانبها في أيام الأزمات وأيام التحولات الكبيرة والعظيمة. من اليوم لا يتذكر حميد القشيبي ولا يستطيع أن يتكلم عن هذه الشخصية حتى اليوم، يشعر أنه أمامه هوية جامعة استطاعت أن تلقن اليمنيين درسا غير مباشرا. هذا الدرس القاسي، الدرس المؤلم الذي قدمه الشهيد حميد القشيبي يعني سيظل جرس إنذار يدق في أجراس هذا المجتمع وفي أجراس وفي عقول هذا الجيل ليذكره بتلك المراحل وبتلك المحطات التي صعق الشعب اليمني من خلالها وأهينت الدولة بتلك الطريقة
التي لم نعهدها ولم نشاهدها إلا في الأفلام الخارجية. وبالتالي في تصوري أن هذه الشخصيات ستظل تدور مع المجتمع، والمجتمع سيظل يدور مع هذه الشخصيات ويتذكرها باستمرار. لا يمكن للمجتمع أن ينسى الشخصيات التي وقفت إلى جانبه، وأيضا لا يمكن للمجتمع أن ينسى تلك الشخصيات الحقيرة التي تواطأت وساهمت على إسقاط المجتمع وعلى إذلاله وعلى إدخاله في هذه المتاهات. الشعوب دائما لها ذائقة حية، ولها أيضا يعني قرون استشعار، تعرف من الذي يعني يقف إلى جانبها ومن الذي يخذلها. وبالتالي تكرار الأيقونات الشعبية والاجتماعية والوطنية باستمرار لدى هذه الأجيال لا شك أنها يعني تأتي وفاء لهذه الشخصيات. ولعل الشهيد نايف الجماعي والقشيبي وأحمد باحاج ومحمد عشال وكثير من القيادات العسكرية والوطنية التي سقطت خلال الفترة الماضية لا شك أنها ستظل أيقونة نتذكرها باستمرار كلما حل بالمجتمع اليمني مشكلة كما حصل خلال الفترة الماضية. نعم أستاذ نجيب، يعني هل تعتقد أن إيمان الشعب بالمقاومة هو الذي غطى على انهيار الجيش والفراغ الذي تركه؟ ما من شك يعني، وإلا كيف نشاهد أن المجتمع استطاع خلال الفترة وجيزة وبسيطة أن يلتف حول قيادات مدنية بسيطة كما هو الحال في محافظة مأرب وكما هو الحال في مدينة تعز. شاهدنا كيف تحولت قطاعات كبيرة من الجيش إلى جيش طائفي ومناطقي وجغرافي، وكيف تحول إلى أداة قاسية لتأديب الشعب اليمني وللوقوف مع تلك العصابات. عندما تحول المجتمع اليمني، نتكلم عن سنتين، هذه السنتين حينما نشاهد كيف كان المد يصل إلى محافظة مأرب وإلى محافظة عدن وإلى بقية المحافظات الجنوبية وإلى المناطق الوسطى والساحلية، وكيف انحصر هذا المد يعني خلال سنتين. يعني الشعب اليمني وإن كان نفسه قصير بحكم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وظروف الإنتاج التي تفرض عليه الإسراع في إكمال هذه المهمة العصيبة، لكنه خلال هذه السنتين أنجز ما لم تنجزه كثير من الشعوب. التحول المجتمعي السريع للمقاومة وللحاضنة الشعبية للمقاومة والجيش الوطني، وكذلك لرفض هذه الأساليب الطائفية والمناطقية الخضراء سواء كانت في الشمال أو الجنوب، هذا يدل على وجود حيوية كبيرة داخل الشعب داخل المجتمع اليمني. شاهدنا قبل سنتين كيف خرج المجتمع اليمني بكل فئاته وأطيافه في مظاهرات الصفوف الوطني، وكانت عصابة الحوثي على تخوم العاصمة صنعاء. وشاهدنا أيضا خلال هذا الأسبوع كيف خرجت المحافظات سواء كان في الشمال أو في الجنوب للوقوف يعني مع الشرعية، وبذلك الزخم وبذلك النفس. هناك مجتمع حي يبعث برسائله بشكل مستمر وجيد وقوي، وهو يحتاج دائما إلى القيادة التي تقف إلى جانبه، ولكن للأسف الشديد لا زال لدينا قيادات غير مسؤولة وغير مهتمة وغير مدركة لأبعاد هذا المجتمع الذي يكرم من يقف إلى جانبه، ولكن أيضا هو أيضا يهين كل القيادات التي تقف ضده ولا تعبر عن مشاعرها أو تطلعاتها أو تقف يعني بشكل مستمر لتتفاهم معه سواء كانت في السلطة أو في المعارضة. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ نجيب أيضا أن ينضم معنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي عبد الهادي العزعزي من تعز. مساء الخير أستاذ عبد الهادي. يا مساء النور. أهلا بك معنا أستاذ عبد الهادي. أستاذ عبد الهادي، ونحن نتحدث عن قافلة من الشهداء وسلسلة لا تنتهي من نايف الجماعي للشهيد مسعد الحدي وغيرهم كثر، ما أهمية برأيك تخليد مثل هذه القيادات التي يعني يتخلق أو تتخلق من داخل المشروع الشعبي برأيك؟ أعتقد أن هذه القيادات موجودة في رؤوس المفاصلين وفي رؤوس الناس المحيطين بهم في كل الجبهات، هي هنا محددة عند الناس، لكن الإشارة إليهم بشكل رسمي وذكرهم بشكل رسمي هو جزء من تخليد للقادم لليمن الاتحادي كما خلد رموز الجمهورية عبر مسيرتها وتاريخها. أولئك الذين كانوا سواء في من كانوا في ثورة 14 أكتوبر أو من كانوا قبلهم في ثورة 23 سبتمبر من القادة المدنيين والعسكريين وغيرهم، وكذلك رموز المقاومة الشعبية الذين صمدوا أثناء أحداث صنعاء كعمر الزاوي وأيضا قال الله عمر
ويوسف الشحاري وغيرهم، وايضا الرموز العسكريين بالثوراء اولئك الذين سقطوا من علي عبد المغني وايضا محمد سعيد، وهناك عشرات وعبد الرقيب عبد الوهاب وغيرهم عشرات من اولئك القاده جرى تخليدهم وظلوا رموزا طوال تلك الفتره. وهذه الفتره لا يمكن ان ننسى كل الذين سقطوا، سقط عدد كبير من الشباب ممن كانوا من طوار يعني 11 فبراير سقطوا في اغلب الجبهات، وهناك العشرات من الجرحى وهناك المصابين عددهم كبير. هذا الحدث الكبير اليوم ربما قد نكون ان تناسينا هؤلاء فسوف نصبح شعبا بلا ذاكره، وبالتالي اي شعب بلا ذاكره من السهل جدا ان يفقد ثقته بنفسه وان يفقد ثقته بالمحيط وبكل شيء. نعم أستاذ عبد الهادي، يعني ذكرت في كتاباتك موضوع إحياء الذاكرة الوطنية، هل يأتي هذا الجانب الإعلامي في سياق ما ذكرت؟ أعتقد أنه يأتي في سياق في نفس السياق، لكن بشكل مقتضب إحياء الذاكرة الوطنية يقتضي منا إعادة النظر في تاريخنا وتاريخ هذا البلد، تاريخ الدويلات التي مرت به. لا يدرك الناس جميعا أن نظام الدولة الحميرية ونظام التبادعة تحديدا وهم من التبع الأكثر أسعد الكامل ومن ثلاث كان قائما على أساس النظام الاتحادي. اليوم البقية يخافون على الوحدة ولا يدركون أن ثلاث من أن دولتين من الدول التي سادت ربما الجزيرة العربية بأكملها وهي الدولة السبائية في المرحلة الأولى والدولة السبائية الثانية اللي هي سبا، وأخيرا الدولة السبائية الثالثة التي تسمى الدول الحميرية أو دولة سبا وأذربيجان كانت قائمة في الأصل على نظام الاتحادي ولم تكن قائمة على نظام المركزي، وكانت تقوم على نظام الأقيال أيضا. وهذا جزء أيضا هنالك حالة من الفقد، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قسم هذه المدينة في الحقبة الإسلامية إلى مجموعة من المخاليف وكانت سبعة مخاليف، وهذا النظام ليس جديد، أو ربما كما قال الأخ رئيس الوزراء أننا لأول مرة نعود إلى وضعية صحيحة. فأنا أعتقد أننا محتاجين إلى إحياء كل هذه الرموز وكل قادة الدويلات سواء في العالم. كيف يمكن ذلك أستاذ عبد الهادي؟ كيف يمكن إحياء مثل هذه الرموز خاصة لهذه القيادة التي تخلقت من قلب الحركة الشعبية؟ التخليد لهذه القيادات في مثلا إطلاق بعض مسمياتها على ما على مدارس، على جامعات، على شوارع، أيضا ذكر هؤلاء الأشخاص منهم وماذا كانوا يعملون، خصوصا أن هنالك مجموعة كبيرة من الشباب أغلبهم لا زالوا عازلين أي غير متزوجين، سقطوا في كل الجبهات. هؤلاء لم يكونوا عسكريين وإنما كانوا متطوعين في المقاومة الشعبية، يجب أن يفرد لهؤلاء سبيلا خاص مقارنة بالمراحل الماضية على القيادة السياسية ألا تنسى هؤلاء. هنا فعلا كان الضوء في التعامل مع قضايا الجرحى وقضايا الشهداء، لكن يجب أن يكون هناك تسجيلا دقيق وأن يتم فيما بعد على الأقل إنشاء متحف، إنشاء ذاكرة محددة كما في بقية الشعوب، إنشاء نصب أيضا تذكاري لهؤلاء، وبالتالي يتم تداول هؤلاء باعتبارهم هم من قدموا دمائهم رخيصة من أجل اليمن الاتحادي القادم ومن أجل استعادة السلطة الشرعية التي انتخبها المجتمع اليمني، ومن أجل أن نظل جزءا من الأمة العربية في منطقة شبه الجزيرة العربية وأن لا نكون أداة لمسألة حصار هذه الأنظمة أو ابتزازها في المرحلة القادمة كجزء من الأمة العربية وجزء من الأمة الإسلامية وقبلها من الأمة العربية كيان قومي وجزء من شبه الجزيرة العربية. هذه الرموز يجب أن تطرح لها أدوات للتخليد، على أقلها أن يكون هنالك متحفا وهناك ذاكرة، وأن يتم فيما بعد حتى تعرضها في الكتب التاريخية لتاريخ المرحلة، وأيضا فيما إذا استمرت ما يسمى بمناهج التربية الوطنية على كل إقليم إن كان هناك استقلالا إلى حد ما في المناهج أن يتم ذكر من سقطوا من هذا الإقليم، وأن هذا النظام القادم لم يأتي فجأة وإنما أتى بأنهار من الدماء وبجمادم كبيرة سقطت وبرموز. نعم. طيب أستاذ عبد الهادي سقطت. نعم ابقى نعم. معنا أستاذ عبد الهادي، سأعود إليك بعد أن أذهب للأستاذ نجيب. أستاذ نجيب، يعني انخراط عدد من الشخصيات المدنية في كفاح مسلح
بعد هذه الحرب المفروضة بفعل الانقلاب. من بين تلك الشخصيات كان نايف الجماعي، وهناك أيضا الذي ما زال يعني قائد في المقاومة الشعبية حمود الصغير وهو مدرس رياضيات، وغيرهم كثير يعني من طلاب وأطباء ومدنيين. ما أهمية هذا التحول المدني نحو المقاومة الشعبية؟ ولا شك المجتمع دائما يدافع عن نفسه بنفسه، مثل الجسم حينما يصاب بأي مرض لا شك أنه يتفاعل وكل الجسم يشتغل. هذا نتكلم عن الأجسام الطبيعية، وبالتالي أعتقد أن المجتمع اليمني وصل رسالة للداخل والخارج أنه لا يزال مجتمع حي وأنه قادر على التحول والحفاظ على هويته بكل الطرق. تحول قطاع كبير من المجتمع اليمني نحو السلاح ونحو المقاومة الشعبية بهذه الطريقة، هذا يثبت أنه مجتمع حي وفعل وقادر على الحركة، وأيضا مجتمع مستقبل. نحن لا نتكلم أيضا عن الماضي، هذا مجتمع ينبغي البناء عليه، وهو أيضا قادر على التحول بشكل كبير إذا وجد القيادة الفاعلة ووجد القيادة الحية التي تتعامل معه بطريقة احترام وتفهم أيضا كيف يتوجه وأيضا كيف تقوده. بالتالي نحن لا يعني مشكلتنا الرئيسية في هذه المرحلة مشكلة قيادة، مشكلة نخبة للأسف الشديد لا زالت تكرر الماضي بكل قوته، لم تستطع أن تتفاعل مع هذا المجتمع الذي قدم أفضل ما عنده وأهم ما عنده وضحى بأغلى ما عنده. عندما نتكلم عن مجتمع يظل لأكثر من سنتين بدون اقتصاد، بدون حركة إنتاج، بدون عمل، بدون يعني، هذا مجتمع يعني مجتمع عظيم بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لو كان هذا المجتمع غير المجتمع اليمني، يعني عندما نتكلم عن مجتمع لا توجد فيه مخيمات، نتكلم عن مجتمع متضامن، مجتمع حي يستطيع أن يلملم بعضها وأن يتفاعل يعني مع المناطق المحيطة به، يعني المجتمع التكافلي الذي لا يوجد فيه يعني الكثير من المشاكل. كيف استطاع أيضا النزوح الداخلي الكبير الذي نعيشه، كيف تحولت مأرب إلى حاضنة لأكثر من 1,500,000 مواطن جاءوا لها من كل المحافظات. نتكلم عن هذا المجتمع الذي كسر كثير من النظريات التي كانت تفرض على هذا الشعب بأنه شعب متخلف وشعب لا يفهم وشعب غير قادر. لا، منذ 2011 والمجتمع اليمني يقدم رسائل غير عادية، رسائل وصور إيجابية بشكل منقطعة النظير. كيف كان النظام المخلوع علي عبد الله صالح يصمه بكل بأسوأ العبارات، بالقاعدة وبالتخلف وبالإرهاب وبمحاور الشر، كيف تحولت محاور الشر التي كان يصفها وهي مأرب والجوف والبيضة، هذه المناطق كيف تحولت إلى حاضنة كبيرة للمقاومة وترفض المشروع السلالي والمناطقي. هذه الدروس لا شك ومن المهم علينا أن نلتقطها، وعلى هذا الجيل بالذات أن يفكر المستقبل بأن هذا المجتمع سيحترم من يقف إلى صفه وإلى جانبه، وأيضا سيعاقب كل من تواطأ عليه وكل من يتواطأ عليه حتى هذه اللحظة. نعم، إذا نعود إليك أستاذ عبد الهادي، برأيك أستاذ عبد الهادي يعني كيف يمكن للتراث الشعبي وللمثقفين أيضا أن يسهموا في حفظ أو في صياغة هذه الذاكرة؟ أعتقد أن هنا ربما أكون متحفظ على مسألة المثقفين أو النخبة الثقافية، وإنما أنا أعتقد أن الذاكرة الشعبية التي تتكون من الناس الذين عايشوا الحدث، من مواطنين، من عمال، من فلاحين، من أطباء، مهندسين، من بقية الفئات الاجتماعية، ممن انخرطوا داخل مشروع دفاع عن ما نسميه اليوم بالسلطة الشرعية أو بخيانة الشعب اليمني وباستقلاله، والذين رفضوا الانقلاب كمجموعة متطلعة لتحول ديمقراطي داخل البلد، أولئك الذين فرضت عليهم الحرب وهم مجموعة سلمية، ربما البعض منهم لم تصل إلى يده لا بندقية ولا رصاصة قبل العام 2015 إطلاقا، وكيف تحول هؤلاء إلى قادة عسكريين وتحول هؤلاء إلى مقاومين وفي ظروف أيضا اقتصادية واجتماعية صعبة. كان النظام السابق قد أفقر أغلب المناطق وجعلها عاجزة على الحركة، في حين المناطق التي تكبس فيها السلاح والمقاتلين، هذه المناطق كثير منها كان مع الانقلاب، كان مع جماعة الانقلاب ومع تظل هيمنة بالقوة ومع مصادرة إرادة الناس. هناك مناطق كيف تحول ذلك المواطن العدني الأكثر سلمية في اعتباره من سكان أهم الحواضر في جنوب الجزيرة العربية، تحول إلى مقاوم عندما فرضت عليه الحرب، وقولة الشاعر إذا لم يسالك الزمان
هذه مسألة خلق قيادات وهذا مجتمعا حي فعلا. هناك عشرات من النساء تبرعت بصيغتهن من الذهب والبقية بعنا أراضي، أيضا كانت لديهم بعض المزخرات تم إخراجها لتمويل بعض القبائل بشراء ذخيرة وأسلحة أيضا من أغلب المناطق، وربما تكون مثلا على المناطق التي أعرفها صدر نموذجا. وأيضا كانت نساء تقدم لنا ذلك كبيرة في مسألة علاج الجرحى وغيرها في ظل انعدام لدائرة الإنجاب والتطوير والتمويل الطبي، أيضا حصار وتوقف المستشفيات وغيره. عملت الناس في ظروف لا إنسانية بكل المقاييس، ورغم ذلك لا زالت الناس صامدين ولا زالت تكافل الناس، وأيضا عاد أناسا من المهجر وتعاون الجميع. كيف ممكن أن يتجسد هذا؟ وكيف ممكن للسياسيين مع الأسف الشديد ولفئات المثقفين أن يلتقفوا هذا العمل؟ الغالبية لا يرى هذه المسألة، هو لم يعايشها أصلا. مجموعة كبيرة من القيادات غادرت الوطن ولم تعايش هذه المسألة. كنت أتمنى أن يكون هؤلاء موجودين، أن يعيشون مع نفس الناس. عشرات من المقاتلين لا يرتدون أحذية، الغالبية أيضا ربما يتحملون البرد على قمام الجبال، وهناك أشخاص سقطوا بالصواعق أثناء الأمطار. نعم، إذا أستاذ عبد الهادي. نعم أستاذ عبد الهادي العزازي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة إليك أستاذ نجيب. اليوم في خطابه أو في حديثه رئيس الجمهورية تحدث بعدم خيانة دماء الشهداء، خاصة يعني بعد وجود خطة مبعوث الأمم المتحدة. كيف يمكن أن تصان دماء الشهداء خاصة من قبل الشعب الذي يعني ضحى هؤلاء الشهداء بدمائهم من أجله؟ الشعب جيدا يفهم جيدا من يقف إلى جانبه ومن يقف ضده. الشعب يفهم من هو الذي يقول شيئا ويفعل شيئا آخر. الشعب يفهم من هم القيادات الخائنة والقيادة السيئة التي لا زالت اليوم تتاير بهذا الشعب وتتاير بهذا الوطن بشكل كبير. القرارات التي تتخذ يعني لمجاملة الأشخاص وحسب الوساطات والمجاملات وحسب عدم الكفاءة وعدم القدرة، وأيضا تعيين كثير من قيادات المخلوع ومن القيادات السابقة والتي عفى عليها الزمان والتي تم إخراجها من الأرشيف لقيادة هذه المرحلة، ونحن نتكلم عن مرحلة حرب، هذه خيانة لدماء الشهداء وخيانة لهذا الوطن وخيانة للمقاومة الشعبية. عندما نتكلم عن عدم وجود حاضنة قوية من القيادة ومن الدولة ومن الحكومة للمقاومة، يعني لماذا لا يوجد شغل كبير في الإعلام الرسمي؟ ونحن نتكلم عن كل أدوات الإعلام الرسمي بشكل كبير عن نقل كل ما يدور في المعارك، يعني معظم ما يدور في المعارك وفي المقاومة الشعبية والجيش الوطني نتلقى معظم أخباره من صفحات الناشطين أو من القنوات الوكالات غير الرسمية. هذا سؤال مهم جدا، لماذا نرى كلاما ولا نرى أفعالا؟ لماذا نجد الغياب شبه الكلي لقيادات الدولة بشكل مستمر عن الميدان وعن مخاطبة الجمهور أول بأول، ونحن نتكلم عن حرب؟ لماذا لا يوجد تعبئة عامة بشكل رئيسي نتكلم عن ربما نحن نتطرق لذلك كل مرة أستاذ نجيب، يعني جوانب القصور التي على الشرعية والحكومة أيضا أن تهتم بها خاصة في جانب الإعلام. شكرا جزيلا لك نجيب اليافعي الإعلامي والباحث، كنت معنا عبر سكايب من الدوحة. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.